وضيفنا الفنان الشاب ديال اليوم جانا خصيصا من فرنسا من ديار فرنسا باش يعرض الجديد ديالو في صباحية دوزاميك ليلى. اكيد سميرة كيف ما قلتي جانا من باريس اليوم باش يقدم لنا ويقدم لكل المشاهدين الاعمال ديالو اللي قديمة وكذلك العمل ديالو الجديد عيش يا المغرب اللي غادي نشوفوا منه مقتطفات. كذلك انا تعرفت عليه وتعرفت على الاعمال ديالو فبغيت كل المغاربة يعرفوا شكون هو دريس الدار. مرحبا بك معنا في صباحية دوزام. نهار كبير هذا. بارك الله فيك. سي تري جونتي. نهار كبير. اذا انا عرفت بان عندك مجموعه ديال الاعمال اللي سبقات هذا العمل الجديد اللي جيتينا به اللي هو عيش يا المغرب. انت بعدا من اصول مغربيه من صفرو بعدا من صفرو نجزتي مجموعه من الاعمال اللي كانت دويتو مع الشابه ماريا مثلا العمل اللي عملتي معها ديال جوتام كذلك مع الشابه الزهوانيه يحلل يحلل لا ياك لا حلا يا حلا لا حلا لا حلا لا حلا لا حلا لا حلا وكذلك نجزتي فيديو كليب لعزيزه وغيرهم من الاعمال وبلا ما نذكر السهرات والحفلات اللي عملتي خارج المغرب. انت تميزتي بواحد انا شفت الطابع ديالك في الغناء ديالك تميزتي بواحد اللون اللي كتدخل فيه في الاغاني ديالك اللي هو التفاؤل. حتى الايقاعات الموسيقيه تبارك الله عليك كلها فيها سعاده وفيها واحد يعني واحد كتعطي حياه وكتعطي نشاط في الاغاني ديالك. فقربنا من الستيل ديالك السي دريس وقل لنا واش هذا الستيل هو اللي تغالب عليك ولا لا؟ الستيل اللي كنقلب عليه عندنا حنا في المغرب تبارك الله عندنا بوكو دو ستيل عندنا راه سواسا ريافا تبارك الله راه يا بوكو دو ريشيس ارتستيك او ماروك وانا كنحاول ناخذ هذوك لي زيدي ديال لي ستيل ونخلطهم مع لو كوتي مودرن وجيم بيان لي فيزيون كندير لي فيزيون ما بين لو تراديسيونيل و لو مودرن. اذا كتغني الستيل ديالك كتغني فيه ما بين كذلك كتمزج ما بين العربي والفرنسي علاش هذا المزج بجوج؟ حيت بون فوالا راني عايش انا اون فرونس في باري اي بون كنحاول بون انا لو فرونسي كنهضر عليها كنهضر دائما بها وي ميم العربيه راه مازال كندبز بها دونك كنهضر اون فرونسي اون جينيرال هي مهم العربيه حيت انا مغربي وبليجي خصنا ندير اون فيزيون المهم تدافع على الهويه ديالك المغربيه في نفس الوقت ما يمكنش تخلى على اللغه اللي تتكلم بها حيت انا راني هاك وهاك يعني مره فرونسي مره عربيه بحال كل الجاليه المغربيه. حنا انا قبل ما نهضروا على العمل ديالك اللي جيتينا به ونقربوه لكل المشاهدين فوقاش كانت البدايه ديالك فوقاش بديتي وكانت الانطلاقه ديالك الحقيقيه دريس؟ بديت لا ميوزيك على لاج دو 14 ans توفات لي الوالد الله يرحمها في 91 والله يرحم المسلمين جميعا ان شاء الله. تما كان عندي ان فيد واحد لو فيد في لا في ديالي وكنت كان جي ديكوفير هذيك الحنان فاش كنت كنسمع لي شونسون ديال المهمات وهذا سا ما بورتي ان بيان ان ريكونفور وبشويه بشويه بدينا كنكتبوا وكنلعبوا بون جو ماكومباني سانتيتيزور وبشويه بشويه جي اكومباني دي زارتيست وجي في ما بلاس ارتيستيكمون. تبارك الله عليك. عيش يا المغرب هي اغنيه ديالك ديال 2016 علاش بالضبط هذه الاغنيه ديال على المغرب بالضبط؟ عيش يا المغرب حيت المغرب غاديه مزيان تبارك الله وعندنا الملك الله ينصرو الى في بوكو دو شوز بور لو بيي وراه كتزيد بتيت ا بتي وكاع لي بيي دو موند راه كيستعرفوا بال لافونسمون دو نوتر بيي والحمد لله و جو فولي ماركي لو كوب مع هاد الاغنيه بغيتي تعبر على الفخر ديالك بالمغرب اكزاكتومون الوغ الكلمات والالحان ديالك عندي راجل اختي هو كيكتب كيلحن كيلحن انا كنلحن جو في لو كوتي ارانجمون وداكشي هو كيكتب اون ايساي دو فيزيوني لا شوز. المشاهدين غيشاهدوا منه مقتطفات كله تصور بالمغرب وي فين؟ ولا عيش يا المغرب ونصور على تصور كله في المغرب في الصحراء؟ وي مشينا ما مشيتيش لصفرو؟ مشينا لصفرو وي درنا وحده ان تي كومون مون ابيل سا ان تي مقطع واحد المقطع
واحد لي بتيت بارتي وي وي لي بتيت بارتي اسفرو اكادير مراكش المهم فاس المهم زرتي المغرب كامل خلاص من طنجه للقويره ما عندي ما نسال ادريس الزهر كيحشم بزاف والدليل على ذلك انه كيهضر معنا كيشوف ايوا بس صافي بليزير حيت انا مرحبا بك السي ادريس دارتك مرحبا بك جبتي لنا شي وريضات وقيله خصك تعطيهم لينا لا بان لي بحال حشمان يعطيهم لينا بيان سيغ انا شكرا شكرا السي ادريس شكرا هذه لاله غزلان شكرا بزاف نخليو كتعطيونا دي سولي شاك ماتان الله يجازيك بخير صافي بليزير وانا نقول لي مرحبا بك شكرا بزاف على هذا الورد هذا نخليو المشاهدين ديالنا يشاهدوا مقتطفات من عيش ديال المغرب ونرجع لكم للحوار ديالنا مع ادريس الزعيم تبارك الله عليك سي ادريس مزيد من التالق ان شاء الله وتزيدنا اعمال اخرى ان شاء الله شنو الستيل اللي بغيتي تمشي فيه انت في هاد يعني في اغاني وطنيه ولا غتبقى في الاعمال شبابيه المشاريع الجايه زعما بغيت نقصد شنو اي ستيل اي سوجي مهم الموسيقى بون لا ميوزيك كنبغي ندير لي سوجي ديال لامور سوسيال نخلط اجتماعية يعني مواضيع اجتماعية والأغنية وطنية مرة بون شاك اوكازيون لازم تبقى حنين للوطن كذلك تحسوا بالجالية المغربية مساكن دائما تيبغيوها الأعمال المغربية أنا بغيت نرحب كذلك بالسي علي جميل كمال اللي غادي يرافقك السي ادريس بواحد الأغنية اللي هي إهداء لكل الأمهات ياك ومن هذا المنبر غادي تكون الانطلاقة ديال هذا العمل ديالك الجديد اللي كنشكرك عليه ويوصلهم فين ما كانوا فين ما كانوا المرحوم إن شاء الله والمرحوم الوالدة هي اذا قبل من ذلك تسمحي لي ليلى نقول للمشاهدين بان غدا غادي نتلاقاو معاهم في فقره صحيه وغادي نتكلموا على هرمون الميلاتونين اللي كنتو سمعتوا به هو هرمون تيساعد على النوم غادي نتكلموا مع نسينا بلعياشي على علاقه التغذيه بالدراسه اللي هي منير محضره لنا مكياج للبشره الدهنية الكل والمزيد طبعا على صباحيه دزام نهاركم مبروك الى اللقاء تفضل سي ادريس متحرز بيا بدات العزيزه ليا بشديت البريه ولا حد سول فيا المتحرز بيا بدات العزيزه ليا بشديت البريه ولا حد سول فيا ماما 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 هذا قدر الله اللي عزيز على قلبي بداه شوف دنيا غداره خلتني غري في هذه الحاله هذا قدر الله اللي عزيز على قلبي بداه شوف دنيا غداره خلتني غري في هذه الحاله ماما 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 ماما